اهلا مشاهدينا، نكمل فقرات برنامج سيدتي. ارحب معايا ضيفتي في الاستوديو مدربه اليوغا نورا الوايلي، حياك الله. الله يحييك، اهلا وسهلا. اهلا. طبعا احنا من عشاق اليوغا، تقريبا كل اسبوع لازم يكون عندنا موضوع مختلف نتكلم فيه بخصوص اليوغا، لكن في البدايه يعني ابغاك تحكي لي عن شغفك وليش اخترت اليوغا تحديدا. في البدايه يعني ما كان هو قرار يعني مخطط له يعني بجهد وكذا، كان قرار عفوي جدا. كيف كانت البدايه؟ كانت البداية أني درست الكورس اليوغا، بدأته ودرسته بحكم أنها رياضة وأنا أحب رياضة يعني من صغري. أهلي معوديني على السباحة. طب ليش اخترت اليوغا بالذات يعني؟ ليش اخترت اليوغا بالذات؟ لما درستها فهمتها، شفت نتائجها علي شخصيا يعني حبيتها واستمريت فيها. يعني بمعنى انك انت جربتي اكثر من مجال، يعني اكثر من تخصص في الرياضه. ومن ضمنهم كانت اليوغا ولقيتي نفسك في اليوغا. طب نوره، انت تخصصت في تعليم اليوغا للكبار والصغار، ما حصرتي نفسك في فئه معينه، فين لقيتي تعليم اليوغا ممتع اكثر، للاطفال او للكبار؟ الاثنين يكملون بعض بالنسبه لي. انا كمدربة أحب أتعامل مع الكبار ومع الصغار، فلقيتهم الاثنين. كيف الاستجابة شفتيها من الصغار تحديدا؟ وبالنسبة للكبار والصغار أنا بعد أدرب أمهات وأطفال مع بعض. حلو. استجابة الصغار. الصغار أصلا بالفطرة يعني يحبون الحركة ويحبون صح، يحبون يعني يحركون جسمهم بأشكال ويختبرون حتى قدراتهم. بس الصغار أسهل يتهيألي ليونة جسمهم تساعدهم يتحملوا أكثر. صح؟ صحيح، بس مو شرط أن الواحد الطفل يكون مرن عشان يسوي رياضة اليوغا. قاعدين نعرض الصور يعني عذرة على المقاطعة نورة، لكن أنا مسويت كيوكي أموت يعني في المستشفى. في واحدة ماسكة رجلك فوق زي هذه، رجلك كذا كأنك ما شايلتها. يعني قد ايش الواحد يحتاج وقت عشان يوصل لهذه الليونه؟ قد ايش يحتاج تدريب عشان توصل لهذا المستوى؟ ما شاء الله. على حسب، في ناس يعني يقدرون يسوونها يعني من دون تدريب مكثف، وفي ناس يحتاجون وقت شوي. على يعني اهم شيء الواحد يبدا. فانا بدات، كل اللي سويته اني بدات يعني. بس انت قلت قبل شوي انه لها تاثير عليك، انه اليوغا سوت تاثير عليك انت شخصيا، لو تحكينا عن هذا التاثير. تاثيرها يعني كان من واحد كثير، مو يعني ما كنت انا داخل الرياضه او مجال الرياضه بس عشان شكلي او عشان احسن يعني شيء في جسمي، لكن دخلتها كتسليه وكاني يعني الاقي نفسي فيها. فمن باب الحركه، ان الحركه كيف تاثر على الشخص ذهنيا نفسيا. طبعا هي صحيح بتعطي كذا سلام. بيس كذا سلام، شعور بالسكينه. اكيد هذه بيصورون هي في الافلام. اكيد اليوغا لها دور في ان الواحد يكون يعرف يتنفس صح، فاعصابه تهدى، يستخدم التنفس في مراحل كثير من حياته. حتى الامهات يعني وقت الولاده دائما يعلموهم خذي نفس عميق كذا، يساعدها على انه التوتر يخف، فبالتالي عقلها جسمها يستجيب. هو يمكن نوع اليوغا الوحيد، انا ما اعرف اذا انت حتصححي لي طبعا، اللي انا امارسه في حياتي اللي لما اصحى من النوم كيف اتنفس. هذه بس بدايه اول ما اصحى من النوم، بس باقي يومي الله لا يوريكي يعني ما له علاقه باليوغا. في الافلام اليوغا بس في الصباح غير كذا، ويحس كذا عمل سلام. طريقه النفس كيف هي كذا ذي الاساسيه الرئة. كيف ورينا يعني. خلوني اوريكم. طيب نسوي تمرين مع بعض. يلا. اوكي، عندنا مثلا هذه الكوره ممكن نستخدمها تمثلنا الرئه. اوكي، فحناخذ نفس عميق وقت ما احنا نفتح الكوره، ونطلع النفس وقت ما احنا نسكر الكوره. اوكي تمام. فخلونا كذا الحين نطلع النفس، ناخذ نفس عميق، نطلع النفس بشويش، ونكمل شهيق بشويش زفير. ممكن الواحد يطلع مع الفم او مع الانف، اهم شيء ناخذ نفس عميق، نمسك النفس شوي، بعدين بشويش اكسهيل زفير. طب هذا ايش فائدته هذا التمرين؟ هذا يخليك ما تكمل البرنامج، تصيري ريلاكس بعد شويه. لا صدق انه غير التنفس.
احنا ليه نتنفس؟ ليش رياضة اليوغا بالذات يعني مفيدة للجسم؟ انه الواحد يلقى وقت على الاقل يعني لو دقائق انه يتنفس، ياخذ نفس عميق. فالتنفس العميق يعمل على انه يمدد لك الرئة بشكل اكبر، ومع الوقت مع التكرار الرئة نفسها تبدأ تستوعب نفس اكثر. هي رياضة ذهنية وجسدية في نفس الوقت اليوغا، صح؟ صحيح. طيب نورة، انت ما شاء الله بعد هذه الخبرة اللي صارت عندك اقمتي اول ورشة عمل في الخبر، وكانت بعنوان مهارات اليوغا، كلمينا عنها. مهارات اليوغا كانت تستقصد الناس اللي مهتمة باليوغا واللي تبي تعرف فكرة اليوغا ايش، او حتى الناس اللي تبي تطور مهاراتها بيسوي يوغا بس في نفس الوقت يبون يعرفون أكثر يعني. أكثر. طب خليني أسألك يعني، طب بما أنك أنت مهتمة في هذا المجال تحديدا، وبنعرف يعني أي شيء جديد بنجربه في حياتنا الكلاس الأول هو اللي يحدد حيمسكني أو ححرب منه. صحيح. وحروح من غير رجعة. فأنت يعني كيف شفتي إقبال الناس طيب من يعني بعد ما جو أول كلاس؟ هل استمروا ما استمروا؟ إيش الشغلات اللي أنت مثلا أعطيتيهم إياها عشان تمسكي فيهم؟ الناس صنفين، في ناس تستمر في ناس لا. فالناس اللي بتستمر، خلينا أول شيء نرجع من البداية، كل الناس يعني إلا ما ندر اللي ما أصادفهم كثير صراحة. أيوه. ولا أتذكر منهم أحد، بس أغلب الناس يكون شعورهم جدا يعني يحسون بالرضا وحابين الحصة ونفسهم يكررونها. أوكي. وبعدين نقسمهم إلى جزئين، نصف يستمر ونصف ما يستمر. ما هذا اللي يخوف يعني، دائما بنعرف ان الواحد بيجرب شيء. مثلا انا اول ما بدات جيم كان بتجيني مدربه في النادي، شدت علي قلت لها لا عاد اشوف وجهك. كرهتي اصلا مثلا؟ أيوه. يعني كرهتها. لكن في احد ثاني لا، بيخليني اتمسك واعرف كيف اشتغل اكثر وممكن حتى اعطي وقت اكثر. فايش الشغلات اللي تحبب الشخص انه هو يكمل في اليوغا؟ أكيد إذا شاف تأثيرها على نفسه، شاف تأثيرها الإيجابي، ارتاح لها، أهم شيء الراحة. وزي ما تفضلتي حضرتك أنه حتى المدربة لها دور. صح. طيب نورة، أساسيات اليوغا يعني لو مثلا واحد حابب أو واحدة حابة تلعب يوغا أو تمارس اليوغا، في مواصفات معينة مثلا وزن معين، ما يكون مثلا أوفر ويت، صحيا جسديا يعني في مواصفات محددة؟ لا يعني لا ما بدي. ممكن مثلا يكون واحدة مثلا وزنها 100-150 كيلو تقدر تمارس يوغا؟ أكيد لا، صح؟ 100-150؟ للأسف أنا ما أشوف ناس بهذه الأوزان للأسف، ولا هم يقدرون يمارسون اليوغا عادي. بالعكس اليوغا تساعد على إنقاص الوزن وكمان بطريقة يعني آمنة. مو هذا كان سؤالي لك، كيف الناس تقدر تستغل اليوغا يعني في إيش كمان؟ يعني مثلا نعرف إن احنا انه مثلا المشي او البسكليت، السباحه، نعرف ايش فوائدها والناس في ايش يقدروا يستغلوها. لكن لو جينا نتكلم عن اليوغا كرياضه مثلا، هي اول حاجه بتعطي احساس بالسلام، بيس، كيف كمان يقدروا يستغلوا؟ يعني مثلا قلتي بتساعد مره انه توسع في الرئه، هل هذا مثلا تفيد اليوغا الرياضه دي ومره تناسب مثلا الاشخاص المدخنين؟ خلينا نقول من دي الناحية. قلتي إنها بتنحف، هل مثلا إنه ممكن واحدة أو في البيت مثلا، خلينا نقول أحد وزنه 150 زي ما بتقول غزل، بدأ يوغا، هل ينزل عليها إنه بدأ 150، بدأ الرياضة الأولى اللي سواها كانت يوغا، ولا المفروض إنها تكون في الأخير؟ كيف أقدر أستغل هذه الرياضة؟ عندنا اليوغا تتقسم يعني اليوغا عدة أنواع. حلو. ولها عدة يعني أهداف. فالناس اللي عندهم أوزان عالية ممكن يمارسون اليوغا زيها زي أي رياضة، ممكن حدتها مثلا نبدأ بالتدريج، تقوي العضلات، تزيد على يعني إنقاص الوزن. الناس اللي مدخنين، سألتيني عن المدخنين. صحيح، انه قلت بتمدد الرئة يعني التنفس. المدخنين، وكمان يعني بما اني انا اتعامل مع سيدات في الغالب، يعني عندنا مجتمع ما في سيدات كثير مدخنات، ولكن عندنا ناس كثير يعانون من ازمه، فالازمه الربو وهذه الامور كثير منتشرة عندنا، فاليوغا جدا تساعد. يعني تساعد كمان كويسة للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الربو، ولا في الربو يعني يعانوا من أزمة ربو. حلو، ممتاز.
كمان يعني احنا اغلب الصور اللي بنشوفها للناس اللي بيمارسوا اليوغا اغلبها تعتمد على التوازن، بيوقف لك على يعني شفا حفره ويكون واقف بطريقه غريبه زي الصور حقتك كمان يعني واقف على راسه. فانا متى اوصل لهذا المستوى؟ هل انا فعلا احتاج ان اسوي دي الحركه عشان اقول والله انا بمارس يوغا؟ لو نبغى نتكلم عن الاساسيات لا طبعا. بس في نفس الوقت حلو ان الواحد يعني يختبر قدراته. اليوغا هذه ميزتها انه التوازن تزيد القدره على التوازن واحنا التركيز والتركيز. ما بيتكلم انا عن المستوى اللي مره ادفانسد يعني متقدم جدا لا طبعا. ويفضل الشخص ما يكون هدفه انه يوصل انه مجرد شكل. بالعكس احنا نركز على التوازن والتركيز وهذه الامور. فبالمقابل في حياه الشخص اليوميه يقدر يستفيد منها انه تقلل عنده مثلا امكانيات الاصابه اذا كان توازنه تحكمه بجسمه بجسده اعلى فيقدر يعني يحسن اسلوب حياته. حلو. ايش؟ طيب نور احنا شفنا في الصور انه ما شاء الله انت متصوره في اماكن مختلفه كلها اماكن خارجيه في حدائق او على البحر، هذه كلها في السعوديه ولا كمان كنت بتمارسي برة السعوديه؟ كلها في السعوديه بس اللبس الهندي كان في الهند. رحت الهند يعني عشان تكثفي يعني من معرفتك في هذا الموضوع؟ في الواقع رحت الهند بس زياره يعني ما درست في الهند. بس تعلمتي هناك شيء؟ هل شاركتي باليوغا مع احد؟ طبعا هناك متخصصين اكثر يعني. صح فعلا يعني من تدربتي مع احد هناك؟ اي بالنسبه لتجربتي ما كانت ابدا لممارسه اليوغا بس كان يعني استمتاع. رحت مع امي وكانت يعني اسبوعين جدا جميله. ان شاء الله انا ناويه اروح الهند مره ثانيه على اساس يعني احضر كورس هناك. طبعا واضح عليك نور السلام مبين عليك اصلا من برا وهدوءك اسم الله عليك. يعني انا حاسه انه احنا مهيبرين بزياده فاعتقد لازم طيب لازم نطلع فاصل. مشاهدينا فاصل ومكملين معاكم. حبه حبه يا حبيبي يا حبيبي يا